صباح الفل زكريا. صباح الفل يا فايز. صباح الفل يا زكريا. صباح الفل يا مانا. عامل لي ايه؟ انا قلت لحضرتك ان البن خلص. حضرتك جبت بن؟ تصدق نسيت. شوف لو جاد عنده بن. لو ما لقيتش اعمل لي شاي. انا يا باشا هات كوبايه ميه الاول. يا نادي ما تنسيش البن بتاعي والنبي، وصبحي لي على البنات. ماشي هكلمك تاني. اكلمك تاني. الحمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. رجعت امتى؟ امبارح بالليل. انت مستريح يا ابني يومين؟ ارتاح. ايه بس يا دوبك شفت امي وابويا امبارح، والنهارده شفت رشا والعيال، وجيت على هنا على طول عشان الحق الاجتماع. ان شاء الله خير. شكلك ما انبسطتش في الامارات. لا انبسطت انبسطت. لو هتعرف تروح في يوم من الايام هبعرفك على ناس كتير هناك. الناس هناك بيحبونا محترمين. مهم انك غيرت جو. انت كنت محتاج اليومين دول. تعال شوف مبروك بيشرب ايه يا ابني. محمد احسن واحد بيعمل قهوه في القطاع كله. وحيد من كتره بيحب قهوته سماه مانو. يبقى قهوه على الريحه يا مانو. انا يا مبروك بيه. البن بتاع جد بيه برضه؟ صيح صيح. يلا يلا. عرفت انه كان في قلق جامد في المنيا. هي المنيا بس. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا اخي. مصر كانت بتاول على مبروك لولا ربك ستر. يبقى خد لك اجازه يومين بعد اللي شفته. ما بقاش في وقت الاجازات خلاص. اكيد هما بيخططوا دلوقتي ازاي يحرقوا البلد، واحنا مش هنستنى نبقى رد فعل. التهديدات اللي قالوها في رابعه دي مش مجرد كلام. لا، هيحاولوا يحرضوا على القتل والذبح والتدمير. وطبعا كلكم عارفين ان الكلمه اقوى من السلاح. هيحاولوا كمان يخلوا الناس اللي في الشارع يصدقوا ان الدوله عاجزه عن حمايتهم. بس احنا مش هنسمح بده، ولا هنسمح باللي عملوه قبل كده انه يعدي كده. لا، لازم يتحاسبوا بالقانون. الحمد لله احنا عندنا مجموعه كبيره منهم دلوقتي. بص يا يوسف، انا عارف الاثار النفسيه للي حصل. يعني لو حابب تطول شويه في الاجازه انا همضيها لك بنفسي. لا 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 لا، اجازتي انا عايز ارجع اشتغل تاني. الطريق لسه في اوله. صباح الخير يا فندم. تعالى سعيد. كنا عايزين نمضي ورق النقل ده بس يا فندم. يا رجاله رايحه بكره الاحراش يا يوسف. يوسف بيه كان بيخدم هناك. يا بختكوا. الخدمه في سينا ما بتتنسيش. والله وحشني الشغل في سينا. امان عليكم وسلموني على كل الرجاله اللي هناك. يوصل يا فندم. اتفضل. شكرا يا فندم. على السلامه يا رجاله. تفتكر البلد رايحة على فين؟ لا تقلق يا ابو عبيده، ما توصي حزين عليكي. احنا عارفين ايش بدنا نسوي في سينا. بالنسبه لنا دورك في القاهره اهم. سينا لحالها ما تكفي لحرق قلب الطواغيط. لازم نسوي عمليات كبيره في قلب بيتهم. ما في غيرك نقدر نامن على هذا. ده شرف كبير لي يا ابو عبد الله. ستلاحقهم التفجيرات أينما كانوا، وهنقتل كل قادتهم وكل من شارك أو نفذ أو حتى فكر. قريب إن شاء الله هتسمع خبر نحتفل بيه كلنا، ونهني بيه أمهات الشهداء اللي انحرقن قلوبهن على أولادن. الأخ شريف هيتولى عملية كبيرة، وانت تنجز الأسامي اللي هبعتهن لك، وتصير سيف يحصد رؤوس الطواغيط. هيحصل ان شاء الله. ما ترجعش بقى تقول لي استحاله يفضوا. مش ده كلامك يا كريم؟ كل شيء توقعته حصل بالملي. معاك حق يا دكتور، انا نفسي مش مصدق اللي حصل لحد دلوقتي. انا عن نفسي مش هسكت. اللي حصل ده لازم يترد عليه في اسرع وقت. بس مش باعمال فرديه يا باكاتوشي. مش عايزين نغلط الغلطه دي. انا زي ما قلت لكم قبل كده، احنا محتاجين عملية كبيرة كبيرة تهز الدنيا، ونجهز لها كويس قوي. على العموم انا في اتنين قدامي حاسس ان هما يجي منهم، وفي واحد تالت اسمه يوسف حاسس ان انا هقدر اضمه. انا عارفهم كويس وشايف ان هما ممكن يجي منهم فعلا. ينفع تعرفني بيهم؟ في اقرب فرصة دكتور، في اقرب فرصة. ده
بعد ما اتقبض على القيادات الحاله النفسيه للاخوه كلهم بقت في الارض يا دكتور محمد. معذورين. عشان كده لازم نرد ردود سريعه نعرفهم اننا لسه موجودين ولسه بندافع عن الشرعيه ونديهم امل. انا عايزك تخلي نبيل الدسوقي ينزل فيديوهات كتير الفتره دي نحمس بيها الاخوه. وعايزك تجمع من كل الاسر الشباب اللي يقدر يشيل سلاح، وخصوصا اللي كانوا بيحموا المظاهرات. الايام الجايه عايزين نعلن عن وجودنا باي شكل. ان شاء الله يا دكتور محمد، بعد اذن حضرتك. اتفضل.